مرحبا من جديد، الرحمة والمغفرة للفنان الراحل المقيم الذري إبراهيم عوض. 23 مايو انتقل إلى الرفيق الأعلى من عام 2006، اليوم بصادف الذكرى 16 على رحيله. فنان طبعا بلا شك قدم أجمل وأروع الأغنيات للمكتبة السودانية وأثرى الساحة السودانية بأجمل الكلمات والألحان. تغنى للعاطفة، تغنى للوطن، تغنى للشجن. أجيال نشأت على الحب من أجل أو بسبب أغنيات إبراهيم عوض، وحتى في لحظات الفراق كانت أغنياته حاضرة. ألم الفراق من قساك أغنيات كبيرة ورائعة وجميلة جدا. لا يذكر حي العرب إلا ويذكر إبراهيم عوض بلا شك، يعني مجموعة كبيرة من المبدعين ترعرعوا ونشأوا في هذا الحي. يعني إن لم يولدوا في حي العرب أتوا وسكنوا من مناطق مختلفة بورة للإبداع. الجابري، سيف الدين الدسوقي، عبد الرحمن الريح، مجموعة كبيرة، وحتى على فترة أو حقبة الحقيبة تعلم آلة العود من خلال حبه لأغنيات الكاشف. الحبيب وين؟ قالوا لي سافر. يعني تعلم براوة العود وأجاد العزف على آلة العود، وعنده إمكانيات وإمكانات صوتية كبيرة وأيضا مقدرات لحنية. شغل الناس وملأ الدنيا في وقت من الأوقات، وإلى الآن أغنياته حاضرة. يعني كأنه أنت بتستمع إليها اليوم كأنه هي بتخصص من أجل علاقتك بالحبيب، من أجل حبة مكان. الأغنيات الوطنية والمصير، تعاونات وأيضا تعاملات كبيرة مع عمالقة الشعر. المشوار بدأ في عام 53 تقريبا من خلال مساعدة العملاق الكبير الشاعر والملحن عبد الرحمن الريح، وأجاز الصوت أو أجيز الصوت من خلال أغنيات خاصة من قبل عبد الرحمن الريح، وهيجتني الذكر بسمة أيامي، وأيضا أغنيات كثيرة ورائعة في مكتبة الأغنية السودانية. وأيضا على ذكر الروعة حاضرة من خلال هندام والأناقة، وأيضا القيافة والاهتمام بالمظهر والاهتمام بالسلوك الطيب والجيد، إضافة للتعامل الإنساني والأخوي، وأيضا التعامل الجميل مع محبيه والمواقف الإنسانية ومجاملات الاجتماعية اللي كانت حاضرة للجميع. تسفاره في السودان في عدد من المناطق، وأيضا الرحلات الخارجية. وجمال دنيانا والحبيب ويانا من القاهرة أو في القاهرة كتب ولحنت أيضا هناك. مجموعة من الأغنيات، رصيد فني متنوع بتحس إنه هو متجدد، وأيضا الانتقال والنقل النوعية اللي حدثت من خلاله في الأغنية السودانية الحديثة، وأيضا الغناء الخفيف وإدخاله لعدد من الآلات. على مستوى الشعراء، عبد الرحمن الريح، إبراهيم الرشيد، الطاهر إبراهيم، سيف الدين الدسوقي، هو أيضا ابن حي العرب. وعلى مستوى الألحان طبعا، يعني عبد الرحمن الريح أيضا حاضر، ود الحاوي، ومجموعة كبيرة جدا، برعي محمد ضفع الله. هنا نستمع الحديث عن فنان الذري إبراهيم عوض لا يمل، لكن أغنيات إبراهيم عوض يعني ذات طابع خاص. نستمع. I'm not the man.
انا يكون هنا وشواك ما كان بيدي اكون وحيد مشتاق لكن يا سيدي تمام فراق لحظة تغيب عن الأوطان تعود وأقابلك تشوفني فرحان كأنك زهر ندية في بستان ميتين يا ربي تاني سن منا وغريب يا ربي إن شاء الله تلمنا انا يكون هنا وشواك ما كان بيدي اكل وحيد مشتاق لكن يا سيدي الزمان فراق ميتين يا ربي تاني سنين منا وقريب يا ربي ان شاء الله تلمنا أغني ليه ورايح على المنشور وأشوف في خدوده نظرة اللي ويروح ميتين يا ربي تاني تلم أنا وقريب يا ربي إن شاء الله تلم أنا تغيب عن الأوطان تعود وأقابلك تهيج فرحان كأنك زهر ندية في بستان ميتين يا ربي تاني تلم أنا وغريب يا ربي إن شاء الله تلم أنا أنا يكون هنا وشواك ما كان بيدي أكون وحيد مشتاق لكن يا سيدي الزمان فراق